بلاتي بلاتي سي في إطار إعمال برنامج المدارس الإيكولوجية. نلتقي اليوم بمدرسة تيموليت المختلطة بمناسبة فوزها ومدرسة تجلب.com بالشارة الخضراء، هذه الشارة التي ترمز إلى انخراط المؤسسة في هذا الورش البيئي، هذا الورش البيئي الذي يدخل في إطار التنمية المستدامة ويدخل أيضا في إطار التربية على القيم المشتركة، قيم الجيل الثالث من حقوق الإنسان، أي الحقوق المشتركة، حق البيئة، حق أيضا في طبعا التنمية وفي غيرها من الحقوق المشتركة. إذن هذه القيم قيم تربية على البيئة، قيم حسن التواجد، هي طبعا سميتو من بين المستهدف من هذا البرنامج طبعا الذي يدخل في إطار الاتفاقية المشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.